وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من مرسين رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل. أهلا ومرحبا بك السيد غزوان. تحياتي لحضرتك. حياك الله. هنالك أنباء عن وثيقة نوقشت في بروكسل مع بعض الشخصيات المحسوبة على المعارضة السورية لمناقشتها مع المبعوث الأممي. بداية، إلى أي مدى تمثل هذه الشخصيات التي ناقشت الوثيقة المعارضة الفعلية؟ يعني بتقديري من الصعب جدا القول أنه هناك من يمثل السوريين حقا بشكل يعني تمثيل مشروع وحقيقي للسوريين ولأهداف الثورة السورية. يعني بكل أسف أطياف المعارضة متناحرة ومختلفة، لم نستطع إلى الآن إنتاج من يمكن له القول حقيقة أنه يمثل السوريين، ونعول الآن على يعني كوادر الثورة السورية أن تفرز قياداتها بعد أن أفلست قوى المعارضة حتى الآن. التقارير الصحفية تؤكد أن الوثيقة تؤكد أن أمريكا لا تمانع من بقاء الأساس في السلطة مقابل شروط حددتها هي. ما الذي غير موقف الولايات المتحدة من الأسد برأيكم؟ يعني بتقديري التعاطي بداية يعني من قبل المجتمع الدولي كله وليس من قبل الولايات المتحدة لوحدها لم يكن جديا في مسألة ترحيل النظام السوري أو إسقاطه. يعني التصريحات الإعلامية حول أنه هذا النظام غير شرعي وعلى الأسد أن يرحل، هي يعني تصريحات لا قيمة حقيقية لها ما لم تقترن بأفعال، خصوصا أنه هذا الرمز للإجرام يعني ارتكب من الجرائم ما ينزع عنه أي شرعية إن كان له شرعية أصلا. وبالتالي الفكرة بإعادة تعويم نظام الأسد كارثية حقيقة. فيما يتعلق بالوثيقة، إذا بتسمح لي إضاءة بسيطة، نعم. يعني من الـ يعني دائما نضع العربي أمام الحصان ثم نتوقع أنه ممكن يقلع الحصان ويمشي في الطريق الصحيح. يعني الكارثة أنه أن نعتبر أنه الإصلاحات الدستورية هي مدخل لعملية التغيير في البلد، وهذا الحكي غير صحيح. يعني يجب أن يكون هناك إقرار صيغة حقيقية لحل سياسي تتزامن مع عملية إنجاز الدستور. يعني الدستور ليس هو ما يحقق الانتقال السياسي بالضرورة، لكن إقرار صيغة لحل سياسي متزامن مع إصدار دستور ولو مؤقت يعني يعالج مسألة إدارة المرحلة الانتقالية، هذا المدخل الطبيعي للحل. في هذا السياق يعني أنا بتصور أمام يعني الوضع المأزوم للمعارضة وللسلطة في آن واحد. نعم. لو تشكلت هيئة حكم انتقالي من التكنوقراط تدير المرحلة الانتقالية، يعني لا يكون فيها لا من النظام ولا من المعارضة، فهذا بيكون مخرج موضوعي وقابل للحل. موضوع، لكن هذا لا يلغي حقيقة، لا يلغي أنه هناك في الوثيقة بعض المبادئ والنقاط الإيجابية التي يجب أن نتمسك فيها. يعني للمرة الأولى يتم الإقرار بوجوب ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في سوريا والتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق هذا الغرض. يعني هذا بيعطي يعني ضمانات حقيقية لأن تكون عملية المساءلة عملية طيب. حقيقية وليست صورية. طيب، يعني ألا تعتقدون أن إيران أصبحت اليوم هي طوق النجاة بالنسبة إلى بشار الأسد لضمان بقائه في السلطة، بحيث أن أمريكا اشترطت أن يفك ارتباطه بإيران مقابل قبولها ببقائه في السلطة؟ يعني ما إمكانية حدوث ذلك في الوقت الراهن على الأقل؟ إيران اخترقت النظام، ويعني لم يعد هناك إمكانية للفكاك ما بين بنية هذا النظام باعتباره نظام وظيفي وواحدة من أدوات المصالح الإيرانية في المنطقة، لا يمكن الفكاك بيناتهم. فإن كانت الولايات المتحدة حقا، وأنا أشك في ذلك أصلا، إن كانت الولايات المتحدة حقا تريد أن تغادر إيران تلك المنطقة
فعليها أن ترحل ابتداء بشار الأسد، لأنه النافذة والمسرب الوحيد الذي يمكن لإيران أن تدخل عبره إلى تلك المنطقة. يعني وليس العكس، يعني ليس تعويم النظام يعني يسهل خروج الإيرانيين، إنما إسقاط هذا النظام وترحيله هو ما يجهض المشروع الإيراني في المنطقة. طيب، أنت أشرت إلى أن في المعاهدة أو في الشروط الأمريكية هنالك ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب ومحاسبتهم قضائيا، وهذا شيء إيجابي، لكن ألا تعتقدون أن هذا البند بالذات يجرم أركان النظام السوري على رأسهم بشار الأسد باستخدام السلاح الكيماوي أكثر من مرة؟ تماما، وهذا ما قصدت بإيجابية هذا البند. يعني عندما يكون هناك إقرار بوجوب ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، فلنكن على يقين أن تلك الملاحقات ستسقط النظام أيضا، لأنه لا يمكن، يعني اليوم أركان النظام كلها متورطة في الأعمال الإجرامية التي ارتكبت بحق طيب. السوريين، وبالتالي ملاحقة هؤلاء هو عملية يعني تقليم أظافر للنظام تمهيدا لسقوطه. قد لا يكون هذا الهدف السياسي لواضعي الوثيقة، ولكن هي عملية دراماتيكية بالضرورة ستحصل. عندما تحصل ملاحقات سينهار النظام بالضرورة. هناك الحقيقة إيجابيات أخرى، يعني أنا ما حابب أنه ما نضيء عليها. يعني لما يعتمد في ظل حشد إيران ميليشياتها على تخوم محافظة إدلب، هل تتوقعون أن يماطل الأسد حتى يرى نتيجة المعركة المرتقبة في إدلب ليستفيد من الميليشيات الإيرانية؟ هلأ على المستوى العسكري هو بحاجة بكل تأكيد للطيران الروسي، وبحاجة للعنصر البشري اللي وفرته إيران، بالإضافة إلى الميليشيات التي تأتمر أصلا بأوامر إيرانية. نعم، لأنه هو ما عاد عنده القدرات العسكرية اللي يخوض من خلال الحروب، وخصوصا أنه في عناصر قوة متوفرة الآن فيما يتعلق بإدلب، يعني لجهة أنه تدرك القوى العسكرية الآن التي يعني ستدافع عن إدلب أنه هذا آخر معقل لمقاتلي المعارضة، وليس هناك من بديل سوى المواجهة حتى النهاية. فضلا عن أنه زخم اليوم الحراك السلمي والمدني في المظاهرات اللي تبدت سواء هذا الأسبوع أو الأسبوع الفائت، يعني الحقيقة وفر نوع من الدعم الدولي لمطالب السوريين، أو أعاد أحياء تلك المطالب التي كادت أن تدفن يعني أمام وطأة القصف ووطأة القتل اللي عم يمارس على السوريين. اليوم في يعني رفض دولي لأي عملية شاملة في إدلب، ما عاد ممكن ما يحسب حساب النظام في هذا السياق. لذلك اللي بتوقعه إن كان سيحصل عمليات عسكرية، أتوقع أن تكون عمليات محدودة ومجتزأة وموزعة، يعني زمنيا بين فينة وأخرى، ممكن أن تبدأ في منطقة ثم تنتهي، يعني من خلال ما يفترض النظام أنه هي عمليات قضم وهضم للمناطق اللي بيفترض أنه ممكن يتحصل عليها جغرافيا. لنجزم أن الوثيقة الأمريكية هي لإزاحة إيران، ويفهم منها الموقف الروسي من هذه الوثيقة التي ستزيح غريمه الإيراني من سوريا، لكن كيف تنظر إلى موقف تركيا من هذه الوثيقة؟ لا، الحقيقة لم أتابع الموقف التركي من هذه الوثيقة، يعني لم أسمع موقفا تركيا من تلك الوثيقة، لكن أنا على المستوى الشخصي ما زلت أرى فيها أشياء إيجابية يمكن البناء عليها، وإن كنت لا أرى في مدخل الإصلاحات الدستورية هو يعني مدخل إلزامي للسوريين لإحداث انتقال سياسي. الإصلاح الدستوري لا ينتج بالضرورة عملية انتقالية وإصلاح سياسي في البلد بحجم تغيير النظام، يعني لا يحدث عملية تغيير في بنية النظام بالضرورة، ولكن أعتقد أنه هو ممكن أن يترافق مع إقرار صيغة نهائية لحل، أن يكون هناك دستور يأخذ بالاعتبار مضامين تلك الصيغة في عملية الانتقال السياسي. رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار السيد غزوان قرنفل، كنت معنا من مرسين، شكرا جزيلا لك.